عايز اتكلم معاكم لغايه ما نستقبل تليفونات تاني على 03-04-73 في موضوع قرار مجلس اداره النادي الاهلي بتفويض الجمعيه العموميه على الموافقه على جميع القرارات الخاصه بشطب هناء حمزه وابراهيم عيسى. الجمعيه العموميه امام اختبار كبير جدا جدا جدا. شافوا اللي عملته هناء حمزه وشافوا اللي عمله ابراهيم عيسى وسبوا للاهلي والجمهور الاهلي وتجاوزوا في حق جمهور الاهلي. يعني ابراهيم عيسى حتى لو بيتكلم زي ما انا بتكلم وبقول لك في فئه ضاله، الاهلاويه نفسك هيقول لك ايوه في، لكن ما اقدرش اعمم انا جمهور الاهلي بعظمته وتجاوز في حقه، انا براجل معتوه. هناء حمزه وسبها المجلس انا بقول لك دلوقتي وعلى مسؤوليتي هناء حمزه وابراهيم عيسى عيشوا، لان اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي راس مالهم كرامه الاهلي وعندهم وعي كبير جدا جدا جدا. وانا كلمني ناس كتير من اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي وقالوا لي اتكلم في الموضوع ده وكن واثق ان لا مكان لهناء حمزه وابراهيم عيسى تاني في النادي الاهلي. وانا بنفرد معاكم من دلوقتي اهو، ابراهيم عيسى وهناء حمزه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ستوافق على شطبهم. في كلام عن الكابتن مجدي عبد الغني وكلام عن الكابتن مصطفى يونس، ولكن هنا عايز اقول شهاده بس للتاريخ. عايز اقول شهاده للتاريخ وربما يكون محدش قالها وانفراد ليا. الكابتن محمود الخطيب بكل اللي بيعمله الكابتن مصطفى يونس من تجاوز وفي حق الكابتن محمود الخطيب نفسه، الكابتن محمود الخطيب تحدث مع مجلس الإدارة البس كده. تمام يا جماعة، رسالة للكابتن مصطفى يونس، رسالة للكابتن مصطفى يونس. الكابتن محمود الخطيب وقف رافضا انه يوصى بشطب الكابتن مصطفى يونس، ولو خرج تفويض من مجلس لايكات يا جماعه عشان في مضايقات في البث. عم احنا بطلنا نطلع اصلا، هتقعدوا تقرفونا، بطلنا نطلع وسبنا لكم الجمل بما حمل، هتقعدوا بقى تعملوا بلاغات وتقرفونا على ايه؟ بطلنا نطلع وبطلنا نشتغل وبطلنا كل حاجه، سبنا لكم الجمل بما حمل. لا حول ولا قوه الا بالله. أقول تاني للكابتن مصطفى يونس، الكابتن محمود الخطيب يرفض شطب مصطفى يونس وقال لا يستطيع أحد إنه يقضي على تاريخ مصطفى يونس في النادي الأهلي، هو جزء من تاريخ النادي الأهلي. هل هو يستحق إنك تقعد القعدة دي يا كابتن مصطفى وتقول فيه في الخمر يا ليل؟ لم يكن مرة الخطيب عدو، ولا أنت كنت وحش، لا الخطيب عدو ليك ولا أنت يا كابتن مصطفى وحش، ولكن راجع نفسك. أما بالنسبة للكابتن مجدي عبد الغني فالكابتن مصطفى فالكابتن محمود الخطيب بيعتبر مجدي عبد الغني الخلاف معاه خلاف رأي، وعشان كده لم يحسم أي شيء بشأن الكابتن مجدي عبد الغني، وكله كلام إعلام. بقول لك اهو على مسؤوليتي، كابتن محمود الخطيب بيعتبر ما يقوله مجدي عبد الغني اختلاف في وجهات النظر وفي الراي، وطول حياته الاهلي ما قصش لسان حد مختلف معاه وبيقبل الراي الاخر. كابتن صالح سليم بجلاله قدره لما طلب منه ان يبقى في وقفه ضد طاهر ابو زيد قال لهم ليه؟ عشان اختلف معايا؟ لا يمكن. والنهارده بيحسب للكابتن صالح سليم انه قعد على طرابيزه مع طاهر ابو زيد وكان طاهر ابو زيد المعارض الوحيد. نفس الوضع، كابتن محمود الخطيب قال خلافنا مع مجدي عبد الغني خلاف رأي، ومجدي عبد الغني ما شتمش ولا غلط على كان نوصب بشطبه. فأنا شايف إن الكلام عن شطب مجدي عبد الغني كلام إعلام لا أساس له من الصحة.
ولذلك انا دقيق، قلت لك هناء حمزه وابراهيم عيسى خلاص امرهم امام الجمعيه العموميه. في كلام وخلافات على مصطفى يونس، ولكن ليس هناك شيء وصلني بشان الكابتن مجدي عبد الغني اكتر انه خلاف رايي. لكن توصيه بشطبه هذا كلام اشاعه، وليس لدي عليه دليل ولا تصريحات من مجلس الاداره.